this cancer will diminish, the diminished day appear with cancer prevention and control by describing the distribution of cancer and discovering this factor for cancer. الدكتور خالد سعيد التجاز استشاري جراحه ورئيس قسم الجراحه في مستشفى طرابلس المركزي. هو الحقيقه قسم الجراحه في مستشفى طرابلس المركزي واحد من اهم الاقسام الجراحيه في ليبيا. القسم هذا يطلع بدور كبير في التعليم والتدريب الطبي في تخصصات الجراحه المختلفه. جرت العاده في اطار التعليم الطبي المستمر ان احنا ننظمه في ايام علميه دوريه، يعني كل 3-4 شهور ننظم يوم يتناول جانب معين من جوانب عملنا واختصاصنا. هذه المرة وقع الاختيار من 3-4 أشهر من اللي بدينا التحضير لهذا اليوم على موضوع سرطان الثدي لعدة أسباب. السبب الأول أن هذا المرض يعتبر شبه وباء عالمي، يعني أعداد كبيرة من النساء تصاب به ونحن جزء من العالم، والحقيقة لابد من الاهتمام به وإلى يعني نوع من الـ من الـ من الأهمية لطرق علاجه، لأن مرض يعالج عندما يكتشف في مراحل مبكرة. في المستشفى المركزي عندنا عيادة لأمراض الثدي عمرها أكثر من 30 سنة. عشرات آلاف الحالات ترددت عليها وعولجت فيها، وعندنا يعني حقيقة خبرات لا يستهان بها في هذا المجال، وليهم دائما مشاركتهم في المحافل العلمية والندوات والمؤتمرات اللي تهتم بهذا المرض. Women over 65 years, women between the age of 60 and 64 years with history of osteoporosis, overweight, non-traumatic fracture, risk factor of osteoporosis, smoking, sedentary life. Postmenopausal women taking aromatase inhibitor, including whom aromatase inhibitor will be recommended but not initiated yet. دكتورة مفيدة شاغان استشاري علاج أورام إشعاعي، رئيس قسم العلاج الإشعاعي الأورام مستشفى طرابلس المركزي. هو أنا المشاركة متاعي اليوم سلطت الضوء على إعادة الإشعاع لحالات اللي هم صار لهم رجوع في الورم. تصادف فينا الحالات هذه هلبة، يعني من سنوات فاتوا لما يصير للمريضة رجوع خلاص ما فيش أمل، يعني إنها ميؤوس منها وكذا يعني، لكن توا الطب تطور وبدت الأجهزة حديثة وتقدر بالأشعة بالتقنية العالية هي نقدر نسلطوا الأشعة للمنطقة اللي فيها رجوع فقط، حتى لو كان المريضة واخدة قبل علاج إشعاعي. يعني إحنا لو قبل كان متعارف عليه من قبل سنة 70 مثلا إن لو الورم رجع والمريضة واخدة علاج إشعاعي ما نقدرش نعودوا لها، لكن بالأجهزة الحديثة والتقنية الحديثة والدراسات اللي اندارت كلها تبتوا إن فعلا فيه يعني أمل إن احنا نتخلصوا من رجوع الورم بالأشعة هدية. فسلطت عليه وعطيت شوية دراسات اندارت ونسبة السيرفايفلز، يعني الناس اللي شفوه وتحسنت أمورهم شو كويس جدا. يعني الوعي بالنسبة للليبيات بصفة عامة يعني مش بهذاك المستوى، يجونا ناس متعلمة
مدرسات مثلا، يعني بغض النظر يعني مدرسات وعيات مثلا وناس متعلمة، وفي حتى مش مدرسات مثلا يعني قصدي، لكن مخلينا يعني الورم لين ينتشر للجهات. لازم تقصدي هو الواحد ما يستناش لين يطلع على مثلا مشكلة في التادي، فيه يعني دواعي حتى ما هيش قصدي ككشف مبكر قبل ما تصير الحاجة احنا نكتشفوها، أو حتى كيف بدت هي البداية، يعني مثلا بالكشف الذاتي الحملات اللي تصير هذه في شهر 10 ما شاء الله بدت توا في حملات توا كبيرة يعني، وكشف مجاني صور مجانية، يعني يا ريت في كل منطقة الناس تتجه للمكانات هي.